الصلاة يعني اللي بيصلي سارة بتسأل وحط ايده في خصره يعني. الخصر يعني ملتقى اللي هو الوسط يعني بنسميه بنسميه الخصر ده وكلنا عارفينه يعني. فهو يكره وضع اليد على الخصر لان اليد دي بنعملها كده، فاحنا هنقف كده ليه؟ فبيقول يكره وحسب النية بقى، واحد حاطط مش واخد باله فماشي، انما واحد بيخالف هيئة الصلاة كده وحاطط ايده على خصره، ودي ليست وقفة امام رب العالمين وليست وقفة خشوع وأدب مع الله. فلذلك درجة الكراهة فيها تكثر عندما يكون فيها استهتار في الوقفة. يبقى الأصل في وضع الخصر على وضع اليد على الخصر في الصلاة أنها مكروهة، وتزداد الكراهة كلما كان الأمر فيه استهتارا بالوقوف بين يدي الله عز وجل.